إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم محمد خالد. جينا فيديو جديد على قناة محمد خالد، الفيديو الخاص اليوم بحلقة بالسوفت وير. عندنا جهاز J700H مقفول بنمط قفل، راح نشوف وياكم اليوم كيف راح نتمكن من فتح الهاتف دون الفورمات او دون تنزيل سوفت وير، يعني باختصار دون فقدان البيانات. مثل ما نشوف هذا الهاتف، راح نشوف الاندرويد اللي عليه والحماية، يحمل اندرويد 6.01 والحماية الثالثة والاخيرة لهذا الجهاز. يعني هذا الجهاز ما سبق، يعني اخر حماية او اخر اندرويد له هو يدعم 6.01، عدا فلاشة، والفلاشة مدفوعة من فريق ايزي فيرموير، فلاشة معدل عليها، يعني فلاشة حلوة، اندرويد 7. المهم كيف راح نتمكن من تغطي قفل الشاشة دون فقدان البيانات. راح نسوي ريبوت سيستم ناو وياكم ونشوف نمط القفل اللي موجود. ننتظر لحظات. اوكي، هذا الهاتف ده يعمل حاليا ريبوت سيستم ناو، ومثل ما نشوف الشعار جالكسي جي 7. طبعا هذا العمل راح يتم عن طريق عملاق الاي اف تي دينجل، واحنا سبق وتخطينا هواي اجهزة، لكن حبيت اراويكم الطريقة كيف تتم، وطريقة سهلة وبسيطة. هذا الجهاز نشوف عليه نمط قفل، حاول مجددا بعد 22 من الدقائق. هذا ال رجعت الكاميرا، هذا ال EFT دينجل ومفتوحة الواجهة مثل ما نشوف. اوكي، اللي نحتاج عملاق ال EFT دينجل كخطوة اولية. راح نشوف مدعوم بالوان كليك؟ لا، بس للتأكيد بعد التحديث الأخير الـ 2.61 ممكن يكون مدعوم أو ممكن يكون غير مدعوم. حاليا الجهاز النوع J700H، يعني راعي الحماية، ضرورة مراعاة الحماية ومراعاة الأندرويد ومراعاة الحرف. يعني مثلا هنا J700T ما ينفع، ليش؟ لانه هذا يحمل اندرويد 7، والجي 700 اتش ما بي اندرويد 7. كيف راح نتخطى؟ راح نجي على قائمه الفلاش منا ونضغط على لوك سكرين، نعيدها سكرين لوك ريسيت. اوكي، منا راح نجي نختار الموديل اللي هو جي 700 اتش. هذا J700H متوفر بعدة حمايات، احنا الحماية اللي تهمنا هي الحماية الثالثة من الاندرويد 6. ننتظر لحظات حتى يتم تحميل الملف الخاص من فريق الايزي فيرمر المنتج للدنجل، طبعا فريق عملاق بارك الله بيهم. تم تحميل الملف. اوكي، حاليا الهاتف راح نسوي له اطفاء. تم اطفاء الهاتف بالكامل. راح ندخل الهاتف بوضع الداونلود، الفوليوم داون والهوم والباور، ضغطة واحدة. اوكي، دخل الهاتف بوضع الداونلود، ومثل ما نشوف الهاتف عليه قفل حساب جوجل. نشبك الكيبل، نوصل الكيبل ب اللابتوب وندخل
اوكي مثل ما نشوف انه حتى يكون التصوير واضح، لانه بعض الاخوة نضغط على فلاش باتش 1. بالبداية راح نسوي ريسكان ظهر الكوم الخاص بتعريف السامسونج. بإمكاننا بإزالة واجهة الدنجل، بإزالة واجهة المستخدم اللي هي سيستم يوزر انترفيس، أو بدون إزالة أو بإزالة. احنا مجربين بدون إزالة وبإزالة. بدون إزالة ما تخطى القفل، بإزالة تخطاها. فنضغط هنا، أكرر، للجهاز J700 جربنا بدون إزالة واجهة المستخدم السيستم يوزر انترفيس فما تخطى، بالإزالة اتخطى. نضغط على فلاش باتش 1 كخطوة أولى. ننتظر لحظات. اوكي مثل ما نشوف الهاتف حاليا عمل ريستارت وريبوتينج بي دي اي تو نورمال مود. اوكي هاي كخطوة اولية، هاي كخطوة اولية. لم يتم خلينا نقول ما تخطينا قفل لحد الان، احنا ما تخطينا قفل شاشة. هاي الخطوة الاولية فلاشينج دان. طيب انزع الكيبل على الهاتف. الخطوة الأولية تمت. ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية راح نفلش نعمل سوفتوير بفلاشة رباعية أو أحادية لنفس الفلاشة المتوفرة على الهاتف بنفس الحماية. نفس الفلاشة المتوفرة على الهاتف بنفس الحماية. طيب أنا هاي الفلاشة اللي عندي، أفك الضغط عنها. نقفل لحد ما يتم فك الضغط. ومثل ما نشوف حاليا المرحلة الأخيرة، ندرج ملفات الفلاشة PL، خليناها على سطح المكتب ديسكتوب PL كملف أولي. هذا PL والأي بي. أوكي طبعا يقول cannot open receipt. نسينا نسمي الفولدر باللغة الإنجليزية J700 فقط، راح أسميه وانتر. اوكي لابد ان يكون على سطح المكتب الفولدر الحاوي للفلاش اثناء عملية التفليش بالدنجل EFT باللغة الإنجليزية. هسه راح يكون الادراج صحيح. PL هذا PL درجنا، IP اللي هو الملف الأول، والCP بإمكانك تدرج CP والCSC وبإمكانك لا، أنا راح أخليهم. طيب حاليا
خليت ملفاتي الفلاشة. نرجع مرة ثانية، ندخل الهاتف بوضع الداونلود. دخل الهاتف بوضع الداونلود. اوكي، نوصل الكيبل بالهاتف ونضغط على ريسكون ونضغط على فلاش باتش 2 بين قوسين فيكس بين قوسين فيكس. بدت عملية تنزيل السوفت وير. لاحظوا يا هنا راح يظهر انه فلاش باتش 1 اوكي او صح، وفلاش باتش 2 راح تتم بها العملية. مثل ما شفنا رايتنج الفلاش باتش 1 اوكي، وجاري حاليا فلاش او رايتنج فيكس باتش 2 اللي عملية الاصلاح الثانية. يكتمل تنزيل سوفت وير وارجع لكم. هذا الهاتف بعد ما اتم عملية تنزيل السوفت وير، اي بعد ما اتم اخذ الفلاشة بالتمام والكمال عن طريق الـ EFT دينجل. ننتظر حتى يفتح الهاتف ونشوف وياكم الداتا اللي متوفرة على الهاتف. هذا الهاتف، فقط تغير المكان وقللت الاضاءة حتى يكون التصوير واضح. هذا الجهاز، اتخطينا قفل الشاشة ان شاء الله تعالى بدون فقدان البيانات عن طريق عملاق الـ EFT دينجل. شكر جزيل لهذا الفريق العربي الرائع على ما بذله وما يبذله في مواكبة التطور. لحظات حتى نشوف كيف تخطينا القفل. جاري تحسين التطبيق 80/81 لحظات ويفتح الهاتف مثل ما نشوف. المرحلة الثانية من جاري تشغيل اندرويد، جاري تحسين التطبيقات لحظات ويفتح عندنا الهاتف ونلاحظ او نشوف عملية الداتا اللي حافظنا عليها دون الفورمات او دون تنزيل سوفت وير. في حالة انه الهاتف بقى معلق على الشعار، شعار السامسونج، تفلش بملف بوت من نفس الفلاشة، من فلاشة رسمية نفس الحماية، فقط ملف بوت من نفس الفلاشة. مثل ما نشوف الحمد لله والشكر تم تخطي قفل الشاشة لجهاز J700H دون فقدان البيانات، وهذا الجهاز واضح أمامكم حتى على بإزالة واجهة المستخدم. بإزالة واجهة المستخدم يعني حتى علامة الشحن اللي تظهر هنا والساعة ما موجودات، وراح نشوف جزء من الداتا اللي متوفرة على الهاتف. هاي مقفولة بقفل، بقت مثل ما هي. بإمكانك إنه تأخذ البيانات اللي مطلوبة وترجع تعمل سوفت وير بأربع ملفات لفلاشة نفس الحماية أو أحدث إن توفرت. كل الشكر والتقدير لفريقنا العربي الرائع، فريق الـ EFT دينجل. أشوفكم أو تسمعوني إن شاء الله تعالى هم مقطع فيديو جديد بحلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. مع السلامة.